بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مراد بوعاش كبير المهندسين بأكاديمية انتل للذكاء الاصطناعي وسرعة الأداء في الولايات المتحدة الأمريكية. مرحبا بك في هذا الفضاء المعرفي لقناة المعرفة بمؤسسة التلفزيون العمومية. يعني تقدر تحدثنا على أهم المحطات العلمية في مسيرتك بعد التخرج؟ شكرا، يعطيك الصحة الأخ عبد النور على الاستضافة، وكم الناس اللي تشوفينا نقول لهم شكرا جزيلا على المشاهدة هذه، وإن شاء الله اليوم نفعهم بحوايج ممكن في خاصة في ميدان تكنولوجيا اللي هو الذكاء الاصطناعي. أنا شاب جزائري اسمي مراد بوعاش، نزلت وكبرت في مدينة شرشال الساحلية ولاية تيبازا، وبعدها لما جبت البكالوريا تاعي بديت نقرأ إعلام آلي في جامعة بومرتس محمد بوقرة، ومن بعد تخرجت بشهادة هندسة دولة في ميدان الإعلام الآلي، وبديت ماجستير سنة أولى، وكملت الماجستير هذا في جامعة بيربينيون في جنوب فرنسا. حصلت على ماسترز ديجري تاعي ولا ماسترز شهادة الماستر، وبعد ذلك المشرف على عليا يعني في شهادة الماستر اقترح عليا أن نكمل في الدكتوراه. يعني كان عندي موضوع الدكتوراه فيما يخص بنية المعالجة الآلية، يعني مايكرو اركيتكتشر، ويعني قبلت وكملت الدكتوراه تاعي لمدة 3 سنوات. تخرجت في 2010 في جويلية 2010 بشهادة الدكتوراه في بنية معالجة الآلية من جامعة بيربينيون الموجودة في جنوب فرنسا. بعد ذلك بديت يعني أول خبرة بحث بعد الدكتوراه، لأن الكثير من الناس يقول أنه الدكتوراه هو لما أخرج بشهادة الدكتوراه أنا دكتور وخلاص، لكن البحث العلمي يبدأ بعد الدكتوراه في الحقيقة. وشفت أنه أشياء كثيرة نقدر نعملها بعد الدكتوراه، خاصة أنه تخصص تاعي يعني تخصص مهم جدا أولا، وثانيا هو تخصص يعني نقدر نقوله باللي صغير جدا، يعني في المعلومات تاعه مش متوفرة كثير، خاصة ما يخص باللغة الفرنسية. دائما لازم نروحوا المكتبات اللي يكونوا باللغة الإنجليزية، وحتى في الإنترنت لما نبحثوا دائما لازم تكون باللغة الإنجليزية. فكملت خبرة البحث تاعي في فرنسا دائما في بنية المعالجة الآلية، وبعدها رحت لأمريكا. ما بينها كنت ندير محاضرات كثيرة خاصة في أوروبا، نقدر نقول لك بلي زرت كل أوروبا عبر المحاضرات، سواء في لما كنت نحضر في الماجستير أو حتى في الدكتوراه في التخصص تاعي. وبعدها كانت عندي محاضرتين في أمريكا، واحدة عملتها في لاس فيغاس نيفادا، وثانية درتها في شامبين إلينوي قريبة شوية من شيكاغو، الناس اللي تعرف أمريكا. فلما عملت يعني الإلقاء تاعي في هذه المحاضرة اتصل بي واحد من المشرفين في التخصص تاعي، وكان مهتم كثير بالموضوع اللي نخدم فيه، فقال لي لما لا تعمل معنا بوستوك. فاتصلت مع المشرف تاعي في فرنسا، وكان يعني كثير يعني فرحان يعني بالاقتراح هذا، وقال لي مراد لازم تروح، يعني هذه فرصة اللي لازم تكمل فيها في التخصص تاعي. يعني شغل حفزك، عطالك تحفيز وعطالك تشجيع وباش يعني تكمل في المسار؟ يا عطالي كل شيء، عطالي حتى يعني يسميوها موتيفيشن ليتر، يعني انه اشتغلت معاه لمدة ممكن اكثر من 5 سنوات، وكان فرحان كثير بالاعمال اللي كنت نخدم فيها، فهذه شجعني كثير انه اروح لامريكا اول خطوة يعني الرحلة تاعي. قبل كنت نشتغل في يعني في اطار الدكتوراه، كنت نشتغل في واحد الجامعة معروفة كثير، كولومبيا يونيفرسيتي موجودة في نيويورك، لكن كانت فقط من أجل الدكتوراه. لما كملت كانت عندي هذا الفرصة تاع إلينوي اللي كانت من بين أكبر الجامعات في أمريكا، نقدر نقول ممكن أكبر 5 جامعات أمريكية في التخصص تاعي. فرحت وكانت عندي الخبرة هذه لمدة 2 عامين في شامبين إلينوي، تعرفت كثير على الدراسة في أمريكا، تعرفت كثير على كل ما يخص نقول البحث العلمي في ميدان معالجة الآلية، ولا حتى الكومبايلر ديزاين اللي هو ممكن تخصص مختلف لكن مرتبط كثير من بنية معالجة الآلية. وبعدها زدت خبرة ثالثة بوستدوك آخر في جامعة واترلو. بين محطتين كنت ندير كثير مقابلات شغل، لأنه شفت أنه الخبرة هذه حتساعدني كثير أنه ممكن نلقى منصب شغل مليح في مؤسسة كبرى اللي متصلة ممكن بتخصص تاعي كثير. فدرت أكثر من 150 مقابلة. تذكرنا باسم التخصص؟
بنيت معالجات الآلية. درت في مؤسسة أبل، جوجل، فيسبوك، ياهو، درت في مرسيدس، درت في يعني إنتل مثلا، يعني كل هذه المؤسسات الكبرى اللي مختصة في البرمجيات ولا حتى في الأجهزة. كنت ندير معها مقابلات في الأول، كان يعني أول مقابلة كانت مع إنتل اللي ما قبلونيش في الأول، يعني نقدر نقولوا بلي فشلت أولا، لكن أنا تابعت هذه المقابلات وتعلمت كثير، وزرت أكثر من نقولوا 25 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المقابلات، لأنهم كانوا هم يخلصوا لي كل شيء، يعني سواء الفندق ولا حتى الطيران، يعني حتى نروح للولايات هذو. ولما رحت لسيليكون فالي أبهرت، يعني شفت أنه هذه هي البلاصة اللي حبيت نقعد فيها، وهذه هي البلاصة اللي حبيت نشتغل فيها، سواء نقولوا البيئة التقنية الموجودة في سيليكون فالي، وكذلك نقولوا الجو كذلك يشبه كثير الجو المتوسط الموجود عندنا هنا في الجزائر، المناخ. فقلت إن شاء الله في يوم من الأيام نجي لهذا المنطقة. وفي الحقيقة عملت مقابلة مع ياهو الوقت هذاك، ولما كملت الخبرة الثالثة تاعي رحت لكندا، ريحت في كندا 5 أشهر، ومن بعد بعثوا لي ياهو قالوا لي رانا قبلناك، وعطوا لي الأوفر مع مؤسسات أخرى مثل أبل وإنتل وبعض المؤسسات الصغيرة ولا المؤسسات الناشئة ستارت أبس، لكن أنا قبلت ياهو لأنه يعني الأوفر الأشياء اللي مدوهم لي أحسن من المؤسسات الأخرى. وبديت مع أبل، بديت مع ياهو في 2012 أول مرة رحت لسيليكون فالي، كانت من أجل مقابلة، وبعد ذلك بديت في 2012 نشتغل في سيليكون فالي في كاليفورنيا. دكتور مراد بوعاش، لو أمكن إعطاء لمحة مختصرة حول التخصص الذكاء الاصطناعي، يعني ما هو، ماذا يعني الذكاء الاصطناعي، وماذا يعني بالسيليكون فالي؟ شكرا، يعني أسئلة هذه مليحة كثير، حتى الطالب والشاب الشاب الجزائري وحتى المهني يفهم ما هو التخصص وكذلك وش معناتها سيليكون فالي. كثير من الناس يسقسوني نفس الأسئلة. في الحقيقة الذكاء الصناعي هو محاكاة للذكاء الإنساني، يعني حبينا الآلة تساعدنا ونمدول هذاك الذكاء اللي المبرمج اللي مدهولها، يعني ما نقدرش نقول الآلة هي بحد ذاتها ذكية، وإنما الذكاء هذا يخرج من عند الإنسان حتى تستطيع التكيف وحل واحد المشاكل اللي ممكن للإنسان إذا عاودها كثير يعني يعيا. فدائما الآلة راهي هنا باش تساعد الإنسان في حل مشاكل مختلفة يومية أو سوبية مثلا وأشياء أخرى. هذه باستعمال البيانات، يعني في بداية الإنترنت كان بيانات كثيرة اللي تخرج عبر الإنترنت، وين أصبح الآن مشكل نسميه البيانات الضخمة ولا البيك ديتا. هذا البيك ديتا فيهم أنماط كثيرة اللي يقدر نستعملوها من أجل تسهيل حياة الإنسان. باستعمال الذكاء الاصطناعي نخرجوا واحد النموذجة ولا نماذج، هذا النماذج تقدر تستعمل هذا الأنماط اللي موجودين في البيانات لأجل حل المشاكل ومساعدة الإنسان في حياته اليومية. هذا هو الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. قلنا أن الذكاء الاصطناعي هو مقسم لممكن 3 أصناف. الذكاء الاصطناعي كميدان كبير تاريخيا بدأ في 1950، وبعد ذلك كان صرا سبات في الثمانينات، لأنه الحوسبة ما كانتش موجودة حتى نكملوا يعني حلوا مشاكل معقدة في الذكاء الاصطناعي، حتى جاء ما يسمى بالتعلم الآلة ولا الماشين ليرنينج. هذا جاء تماما مع لما الإنتل خرجت أول معالج آلي تاعها في السبعينات، اللي كان يعني عنده سرعة فائقة أنه تساعد كثير كل المشاكل اللي كانت موجودة في الذكاء الاصطناعي يحلها هذا يعني المعالج الآلي، وبمسمى سمي بعد ذلك بالماشين ليرنينج والتعلم الآلي. ومن بعد صرا سبات آخر، لأنه التعلم الآلي كذلك بتخصصه فيه أشياء معقدة كذلك، وين الحوسبة كانت خانت شوية كذلك هذا التخصص، حتى جاء بما يسمى بالديب ليرنينج. علاش؟ لأنه انفيديا هي من بين أكبر المؤسسات اللي تخرج ما يسمى جي بي جي بي يوز ولا المعالجة الآلية للجرافيكس اللي عادة كنا نستعملوها من أجل الألعاب الإلكترونية، فخرجت معالج آلي للجرافيكس حتى يساعد في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وخرج ما يسمى بالتعلم المعمق. الآن نقدر نشوفه ماشي سبات ممكن، لكن نلقاو يعني يصبح محدود، الحوسبة أصبحت محدودة
خاصة في نقدروا نقولوا راهي في حالة استقرار. نقولوا بلي راهي استقرار الآن، حتى لو يعني حتى يعني الأنفيديا ما زالها تخرج معالجات أخرى، لكن الحوسبة دائما تكون كبيرة كثير، خاصة فيما يخص التدريب، لأنه الذكاء الاصطناعي مقسم إلى صنفين، كاين التدريب والاستدلال، خاصة فيما يخص التعلم المعمق. التدريب هي مثل أنا دائما نمد هذا المثال، التلاميذ في الجامعة لازم يقرأوا وبعد ذلك يراجعوا ومن بعد يروحوا الاختبارات. الاختبار هو الاستدلال ولا الانفرنس، ولما يكونوا يقراوا ويراجعوا هي التدريب، ندربوا الطالب ومن بعد كي ندربوه نعطيو له امثله، نعطيو له تمارين، لكن ماشي هذيك التمارين يشوفها في الاختبارات. دائما نمدوا له اختبار في يعني الاختبار تاعو، نعطيو له تمرين يكون مختلف على التمرين اللي مديناه له من قبل، لكن باستعمال الاشياء اللي تعلمها يقدر يحل هذاك التمرين في الاختبار، وهذيك العلامه تكون علامه السقوط او العلامه اللي يجوز بها للمرحله الثانيه من التعليم تاعو، سواء في سنه اخرى ولا سمستر اخر الى اخره. فهذه نسميوها بالاكورنسي في الذكاء الاصطناعي، انه لما علمنا الاله نشوفوا البريدكشنز يعني التوقعات اللي تمدها، اذا كانت توقعات صحيحه فالاله علمناها مليح، اذا كانت يعني التوقعات اللي مدوها نسبه تاعها يعني نسبه الصحه منها تكون قليله، معناها ما دربناش مليح الاله او كان فيه مشاكل في البيانات. هذا فيما يخص الذكاء الاصطناعي وتخصصاته. فيما يخص سيليكون فالي، الان سيليكون فالي هي منطقه موجوده في كاليفورنيا، في ولايه كاليفورنيا، يعني في الضفه الغربيه من الولايات المتحده الامريكيه. كاليفورنيا هي ولايه كبيره وفيها عدد نسمه كبير، وسان فرانسيسكو هي من بين اكبر المدن ممكن موجوده قريب من سيليكون فالي. سيليكون فالي العاصمه تاعها هي سان هوزي، في اكثر من 28 مدينه وفيها اكثر من 2.5 مليون نسمه، يعني تقدروا تقولوا باللي سان هوزي العاصمه اكبر من اكبر مدينه في ممكن شمال كاليفورنيا اللي هي سان فرانسيسكو. هو عباره سيليكون فالي هي عباره عن تجمع كثير من الشركات الكبرى وكذلك المؤسسات الناشئه اللي مدت واحد البيئه تقنيه اللي نخرجوا بها البرمجيات والاجهزه. علاش سيليكون فالي لقات هذا النجاح؟ لانه فيه كثير من الاشياء اللي تلمت ومدت النجاح هذا. سيليكون فالي هي بيئه ناشئه تقنيه اللي فيها جامعات مثل ستانفورد ويو سي بيركلي، اللي هي جامعات كبرى في العالم، من بين اوائل الجامعات في العالم، اللي تخرج طلبه اللي عندهم جوده التعليم، اللي يقدروا يخرجوا سواء بالافكار، يخرجوا رواد، كذلك يخرجوا كذلك عمال في الشركات الكبرى ولا الشركات الناشئه هذه، ولا هم يخرجوا بافكار ليخرجوا شركات ناشئه. ثانيا هما الشركات الكبرى حدتهم، لانه لما تكون عندك شركه كبرى نقدروا نقولوا باللي هي المرشده ولا المانتور تاع الشركات الصغرى ولا الناشئه. لما يكون العلاقه بين الشركه الكبرى والشركه الناشئه يكون واحد تنافسيه، إذا كانت الشركة الناشئة تعمل أشياء مليحة اللي مهتمة بها الشركات الكبرى تشتري الشركة الصغرى هذه، والأموال تزيد وكذلك الأفكار تزيد وكذلك التنافسية كذلك تزيد. كذلك عندنا الانفسترز يعني المستثمرين موجودين بكثرة في سيليكون فالي، والأموال موجودة بكثرة في سيليكون فالي حتى تخرج هذه الشركات الناشئة وتصنفها ومن بعد تقننها باش تخرج الافكار المليحه، وهذيك الافكار المليحه اللي تخرج المؤسسه. وكذلك كاين واحد الكووركينغ سبيسز، يعني اماكن وين يتلاقاو اصحاب الشركات الناشئه والافكار ولا رواد الافكار وكذلك الشركات الكبرى، وين يتكلموا ويعملوا محاضرات وكل واحد يتعلم اقتراحات افكار اللي تعلم بهم اصحاب الشركات الناشئه والاصحاب الافكار حتى يخرجوا للشركات الناشئه تاعهم. وكذلك كاين الحاضنات موجوده كثير، مسرعات والحاضنات موجوده كثير في سيليكون فالي اللي تسهل ممكن لاصحاب الافكار حتى يديروا شركه ناشئه تاعهم وينجحوا في شركه ناشئه وبعد ذلك ممكن تصلح شركه كبرى. والشركات الكبرى موجوده مثل ابل، مثل فيسبوك، مثل ياهو، مثل انتل، مثل كوالكوم، كان شركه كبرى كثيره. وممكن العامل الاخر اللي ممكن ينجح كثير سيليكون فالي هو انه مثلا ياهو اشتغلوا كثير مع انتل حتى نستعملوا معالجات الآلية تاعهم في مراكز البيانات، ما سحقوش نروحوا بلد آخر ولا نسحقوا مدينة أخرى ولا ولاية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية حتى
نشتريوا يعني المعالجات الاليه ولا حتى يعني نديروا ممكن نيغوسيشن نتكلموا مع اصحاب الناس اللي يقدروا يساعدونا انه تفاوض حتى نتفاوضوا من اجل اشتراء المعالجات الاليه. كل شيء قريب يعني نقدر نقول لك اياه قريب كثير من الانترنت ممكن كيلومتر ولا اثنين من جوجل 500 و500 متر مثلا ويعني اشياء مثل هذه. فكل شيء قريب وكل شيء نقدروا يعني نحلوا مشاكل بسهوله وبسلاسه. يعني بحكم انه انك اللبنه الاولى تاعك هنا كانت في الجزائر وفي جامعه بومرداس، يعني تكونت في ارض الام في ارض الوطن في ارض الجزائر، ورحت ومشيت يعني في المسيره العلميه تاعك في الولايات المتحده الامريكيه، يا هل ترى عندك مشاريع مستقبليه تخدم بها الجزائر؟ عندي 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 مشاريع. يعني رانا في وقت وين رئيس الجمهوريه يتمن نوع خاص من الاقتصاد امام تطور التكنولوجيا الحاصل، الا وهو اقتصاد المعرفه الذي يخدم المؤسسات الناشئه اللي بدورها تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء المجال الصناعي ايضا. بالطبع ماشي في برك انا يعني كامل الجاليه والنخبه الجزائريه موجوده في امريكا ممكن تفكر في نفس الشيء كيفاش نقدروا نمدوا لبلادنا. يعني انا منتوج الجامعه الجزائريه وانا فخور جدا بهذا وحاب نمد لبلادي. الان كيفاش نمدوا لبلادنا؟ انا عندي خدمه تعليميه للشباب والطلبه الجزائريين، بديتها بمخيم اللي كان مجاني يعني ما خلصتش عليه، هبطت مع يعني بروفيسور من امريكا وصديق لي كذلك بروفيسور من فرنسا، وين هبطنا رحنا للطلبه الجزائريين في جامعه سكيكدا وجامعه قسنطينه وجامعه بسكره حتى نعلموهم الرياده والقياده وكذلك الذكاء الاصطناعي البرمجه، يعني تخصصات موجوده كثير في سيليكون فالي وتساعد الطالب ولا الشاب الجزائري حتى يفتح شويه القدره التعليميه تاعو وكذلك يكون في حقيقه في يعني كما نشوفوا عالميا يعني في المجال العالمي يقدر يفرض نفسه. من بعد المخيم هذيك جاتنا فكره انه كيفاش نقدروا نديروا مؤسسه تعليميه تكون عن بعد، وين يكون عندك واحد الماده تعليميه خاصه هذه التخصصات الرياده والقياده التواصل الكوميونيكيشن مثلا الذكاء الاصطناعي والبرمجه، وين اولا بدينا بواحد المشروع اللي هو ليميتلس ليرنينغ، هو عباره عن منصه تعليميه اللي رئيسة تاعو هي الدكتورة سوسن شدادي وانا اشتغل معها باش كل يعني المواد التعليمية خاصة البرمجة والذكاء الاصطناعي، والدكتورة سوسن شدادي تشتغل في كل ما يخص التواصل مثلا تساعد الطلبة حتى يكتبوا لي ميموار فانديتو تاعهم ولا مذكرات التخرج اللي عندنا مشكل كبير فيما يخص الكتابة تاعهم والجودة تاعهم كذلك وين تكون جودة عالمية، وكذلك يعني كيفاش نديروا البحث العلمي في الجزائر، كيفاش نساعدوا البحث العلمي وكيفاش نقدروا نعملوا هذاك الجسر بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة اللي يشتغلوا فيها. يعني ربما هذه تدخل في إطار استراتيجية الجزائر للذكاء الاصطناعي انطلاقا من المؤسسة. يا فيها هذا يعني المنصب ممكن نقولوا تعليميا كل ما يخص الذكاء الاصطناعي موجوده في ليميتلس ليرنينغ ولا التعلم بدون حدود، هذه مؤسسه اللي هي ستارت اب موجوده في سيليكون فالي، يعني بديناها يعني الرئيسه بداتها في سيليكون فالي، والان جبنا يعني اللابل تاع المؤسسه الناشئه هنا في الجزائر وين نقدروا نشتغلوا مع الطلبه الجزائريين. هذه اول مشروع. الثاني مشروع هو سميتو الجيريا اي اي ولا الجزائر للذكاء الاصطناعي. هنا نتكلموا على استراتيجيه الذكاء الاصطناعي في الجزائر، كيفاش نقدروا نساعدوا انه سواء المؤسسات التعليميه الموجوده في الجزائر مثل المدرسه العليا للذكاء الاصطناعي ولا حتى المؤسسات الخواص المؤسسه التعليميه الخاصه اللي حبت تشتغل في الذكاء الاصطناعي، احنا واش نقدروا نديروا عبر الجيريا اي اي ولا الجزائر للذكاء الاصطناعي، نساعدوا في استراتيجيه الذكاء الاصطناعي في كل ما يخص الاولويات الجزائريه، الاولويات الوطنيه الجزائريه، كيفاش نقدروا نحلوا المشاكل تاع الاولويات الوطنيه الجزائريه. الاستراتيجيه تاع الذكاء الاصطناعي تبدا باخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وين نتكلموا مع طلاب الثانويه على الذكاء الاصطناعي وكيفاش نستعملوه من اجل اشياء مليحه. لانه الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، يقدر يكون يساعد ويقدر يدير اشياء مش مليحه سلبيه. هذه اول شيء. ثانيا نساعده في البنيه التحتيه.
انا عبر الخبره تاعي تاع مراكز البيانات اللي كنت نشتغل فيهم، وكذلك نشتغل مع المؤسسات الكبرى سواء في معالجه الاليه ولا معالجه الاليه الجرافيكس انفيديا وانتل مثلا، نقدر نساعد في بناء مراكز بيانات اللي هي من بين البنى التحتيه المهمه جدا في الجزائر اذا تكلمنا على ذكاء اصطناعي، ولا حتى بدون ذكاء اصطناعي لازمنا نحطوا بيانات تاعنا في مركز البيانات وحمايتها، لانه البيانات هي ستكون بترول المستقبل، والذكاء الاصطناعي هو سيكون مثل كهرباء المستقبل، فلازم نخمو بهذا المنطلق. فمن بين استراتيجيه هذا هو نخدموا البنى التحتيه، نشتغلوا كذلك فيما يخص يعني انترنت فائق السرعه سواء باستعمال الجيل الخامس اللي كانت عندي الخبرة تاعو عبر مؤسسة فيرايزن اللي اشتغلت فيها مع ياهو، اللي تحلنا مشاكل كثيرة فيما يخص التواصل بين مراكز البيانات، وكذلك الطالب اللي موجود في أي جامعة يعني في الجزائر يقدر الطالب من الأضرار يدخل في مركز بيانات موجود هنا في الجزائر ولا في سكيكدا ولا في وهران. فعندنا أقطاب جامعية نقدر نستغلوها كثير في هذا الميدان، مثلا 7 في المنطقة الغربية، 7 في المنطقة الشرقية، وأكثر من 33 مؤسسة تعليمية موجودة في الجزائر العاصمة. فهذه لازم لهم مراكز بيانات إذا تكلمنا على الذكاء الاصطناعي، وين نقدروا نخزنوا البيانات تاعنا ونقدروا نستعملوا الذكاء الاصطناعي ونستخلصوا هذه الأنماط من أجل حل مشاكل الأولويات الجزائرية عبر الجيري اي اي ولا الجزائر للذكاء الاصطناعي. كاين أشياء أخرى من هالمؤسسات نقدروا نعاونوا المؤسسات فيما يخص المنهجية تاع الذكاء الاصطناعي، كيفاش نعلموا الطالب الذكاء الاصطناعي، كيفاش نربطه بين الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي لأنه هو جزء لا يتجزأ من ميدان الذكاء الإعلام الآلي الذكاء الاصطناعي، وكذلك كيفاش نقدروا نديروا محاضرات مع النخبة الجزائرية في الخارج. عندنا أكثر من يعني أنا فقط اللي نعرفهم جزائريين نعرفهم في الخارج أكثر من 25 ولا حتى 30 متخصص بروفيسور في الذكاء الاصطناعي اللي يقدروا يساعدوا كثير عبر محاضرات سواء يلقوها إذا ما قدرش يجي يعملها عن بعد، ولا حتى هو في الجزائر عندنا واحد يعني مشروع نشتغلوا فيه، الانسان يجي لهنايا من اجل اسبوع ولا اسبوعين نقولوا راحه من الشغل تاعو وين يكون يعني في استراليا في امريكا في فرنسا ولا في اوروبا بشكل عام، يقدر يجي للجزائر ويعمل محاضرات للطلبه تاعنا موجودين سواء في مؤسسات الخاصه ولا مؤسسات العموميه يعني التعليميه. وكاين اشياء اخرى مثل مشروع انه نديروا شبكه للذكاء الاصطناعي ولا شبكة مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي تسميتها دزاير يعني دي زد اي اي ومن بعد نت دزاير نت تيمونا بالجزائر دزاير نت هو دي زد الجيريا ارتفيشال انتليجنس ونت هو النتورك يعني شبكة لتاع الذكاء الاصطناعي وين كل مراكز البيانات المختصة في الذكاء الاصطناعي تكون مرتبطة وين الطالب ما يكونش عنده مشكل انه من كل اي بقعة سواء من منزل ولا من أي جامعة موجودة في الجزائر يدخل في هذا المركز سواء يتعلم ولا حتى يدير المشاريع تاعه ولا ممكن عنده فكرة ولا اللي يقدر يبلورها تصبح مؤسسة ناشئة. وهنا نتكلموا على المؤسسات الناشئة اللي عندها علاقة كبيرة بالذكاء الاصطناعي، كيفاش نقدروا نستعملوا الذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسات ناشئة اللي تقدر تساهم في اقتصاد المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي إذا كانت عندنا بيانات وكانت عندنا بنية تحتية وين نقدروا نخزنوا البيانات. الآن نصيحة اللي يقدر نمدها للطالب ولا الشاب الجزائري هي الثقة في النفس. الثقة في النفس هي الأشياء هو الشيء الوحيد اللي يقدر يخرجك. تتعلم وتقرأ هي عبارة عن ممكن أداة، لكن الثقة في نفسك لما يكون عندك فكرة ويكون عندك هدف ما لازمش بين الفكرة تاعك والهدف اللي حتوصل له ما لازمش في المسار هذاك تعيا، لازم دائما تدير خطوات صغيرة معليش لكن تقيسها، لما تقيس الخطوات تاعك يكون عندك الحافز انك تكمل. دائما في اخر اليوم شوف واش عملت في النهار تاعك، هل الهدف الصغير هذاك اللي قسته وصلت له ولا لا؟ اذا ما وصلتلوش ماشي مشكله، اليوم التالي اعمله حوسي وصل لهذاك الهدف الصغير، ومن بعد في الاخير توصل حتى توصل للهدف الكبير هذاك. انا نقول دائما واحد المثال انه المسار اللي تمشوا منه الناس، مثلا راك في غابه وتتمشى وتلقى هذاك الحشيش هذاك منحي يعني جازوا منه، يعني مستحيل انك في اخر هذاك المسار تشوف حاجه اللي بالنسبه لك مفاجاه لانه جازوا من قبلها. اذا جزت مسار اخر فما تكون مفاجاه وفما وين تفرح اكثر لانه انت اول واحد اللي جاز منها. فانا نقول للناس دائما
صح انه تبع ناس واش عملوا، لكن اذا انت مهتم بشيء مختلف عن الناس هذو دير ثقه في نفسك، حتى ولو كانت المصاعب واخفاقات معليش، لانه المفاجاه اللي تجيك في الاخير، الهدف اللي يكون في الاخير يكون هدف كبير. ودائما ثينك بيج، يعني دائما الهدف تاعك لازم تخليه يكون ضخم، ما يكونش صغير، لانه كل ما يكون ضخم كل ما تكون وين يكون تاثير الاراده اكثر والتاثير يكون اكبر، خاصه في يعني في مساعده الانسانيه. شفنا باللي جوزنا جائحه، كاين كثير من الناس اللي يشتغلوا كثير من اجل انه يساعدوا هذه الانسانيه للقضاء على هذه الجائحه. هذ الناس هذو بالطبع هذو الناس علماء وكل الناس تحترمهم. فنفس الشيء انت في اي تخصص ممكن، ماشي فقط في الاعلام الالي، انه تكلمنا الذكاء الاصطناعي، تكلم حتى الذكاء الاصطناعي نقدروا نستعمله في كامل التخصصات. فثقه في النفس ودير دير اهداف صغيره تقدر تقيسها، وما تنساش الهدف تاعك الكبير حتى توصلوا ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور بوعاش مراد كنت معنا في هذا الفضاء المعرفي بقناه المعرفه، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الثريه والقيمه، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك العلميه المعرفيه. شكرا. شكرا للاخ عبد النور على الاستضافه.